الإنسان رح نبقى بأجواء الصحة، ودايماً بيحرص الكثير من كبار السن على صيام شهر رمضان المبارك، وربما يكون البعض منهم عندهم إصابات بأمراض بيصعب عليهم للصيام، ممكن يأثر سلباً على صحتهم. رح نتعرف شو هي الطريقة الصحية لصيام كبار السن، ومتى يسمح لكبار السن بالنصائح، وشو هي النصائح يلي عليهم اتباعها. رح نتعرف عليها أكثر مع أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك إيفانا. صباحك. صباح الخير إيفانا، أهلا وسهلا فيكي. إيفانا، مثل ما حكينا أنه يمكن كبار السن عندهم شوية مشاكل بيكون، ودايما بيكون عندهم أكيد حب أنه يصوموا شهر رمضان المبارك، لكن بيصعب عليهم. إمتى بيصعب الصيام عند كبار السن؟ هلا مثل ما قلتي، في امراض خاصه ممنوع انه نحن او ما بنفضل انه هن يصوموا في خلالها، الاشخاص اللي معهم سكري، لانه اصلا الشخص السليم بفتره الصيام الطويله ممكن انه ينزل السكري تبعه، فشلون اذا الشخص عنده مشاكل بالانسولين وبالسكري فيفضل انه هو ما يصوم. في الاشخاص اللي بصير عندهم مشاكل اصلا قبل رمضان، اللي هن التلبك المعوي، مشاكل النفخه، الكولون العصبي، يعني الاشخاص العاديين يعني تمام، في الكبار تماما، الكبار السن كمان. شلون بس صيام نحن بسبب عادات الخاطئة اللي نحن بنعملها خلال الإفطار ممكن تعمل تلبك معوي، فإذا الأشخاص أصلا كبار السن أو حتى بشكل الشباب عندهم هالمشاكل يفضل إنه هن ما يصوموا. بس كمان هي من ناحية تانية، الصيام للأشخاص اللي معهم كوليسترول ومعهم شحوم عالية كتير ممتاز، لأنه بنزل لهم إياها خلال الصيام، وبنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط الصيام بيحافظ على مستوى ضغط الدم. إيفانا، ذكرتي إنه في أخطاء نحن بنرتكبها خلال شهر رمضان المبارك، خصيصا خلينا نخص فيها كبار السن، شو هي الأخطاء يلي بيرتكبوها، وشو بيختلف جسم الكبير بالعمر عن جسم الشاب أو اللي بعمر أصغر؟ تمام، الأخطاء أنه هن بينقصوا المصادر الغذائية اللي نحن بحاجة لها كلنا، سواء فيتامينات ولا معادن واملاح، سواء مصادر غذائيه. هلا من اهم شيء هن بيصيروا انه عندنا كثير مهم الكبار بالسن يدقوا على الفيتامين د، على الحديد، على المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، هذول كلهم بتعطيهم طاقه. الفيتامين د مشان تنظيم ضربات القلب ومشان هشاشه العظام، لانه اكثريتهم بيكون عندهم مشاكل بهشاشه العظام. الفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم للكلى، وظائف الكلى، للرئتين، للهضم، للدوره الدمويه، الاوميجا 3، هذول كلهم مثلا بنلاقيهم بالسمك، بنلاقيهم بالمكسرات النيه، بنلاقيهم بالتمر، بالالبان والاجبان. في كثير من الكبار بالسن بعد الفطور دغري بيتناولوا حلو، لازم يكون في فاصل 4 ساعات عشان ما يصير عندنا تلبك اصلا معوي والهضم ما يكون كامل. في كمان كبار السن بيناموا بعد الفطور، وهذا كثير سيء لانه عمليه الهضم ما لح بشكل كامل. إذا بدنا نحكي شوي بشكل مفصل خلال وجبة الإفطار، شو بتنصحي تكون الوجبة لكبار السن؟ كثير مهم يبلشوا بالمي الفاترة حصراً عشان ما يصير عندهم تلبك معوي، يبلشوا بعدين بالتمر ويقوموا ويصلوا، يرجعوا بعدين يتناولوا، يبلشوا بالسلطة والشوربات، والوجبة الرئيسية تكون على شيء خفيف، حتى إذا بلاها الوجبة الرئيسية حالياً يفضل إنه يقوموا بعد ساعتين أو 3 ساعات من الإفطار ومن التراويح ومن القصص ممكن يأكلوا الوجبة الأساسية. إذا بتنصحي إنه الشخص يعني يتعود قبل بوقت على إنه يأكل شيء كمية قليلة، يرتاح شوي بعدين يكفي إذا كان هو كتير جوعان، لأنه يمكن هذا الشيء قليل يتطبق خلال رمضان. لازم قبل بأسبوع من بداية الشهر الفضيل يبلشوا يعملوا هذا الشيء، سواء بالغذاء وسواء بالدخان كمان. إيفانا، ذكرتي قبل شوية عم تحكي لنا عن مصادر يمكن الغذاء عند الكبار السن، خلينا نتوسع شوي بشو هي الأكلات فعلا يلي ممكن يعملوها حضرتك بما أنك أخصائية تغذية، كبار السن لقلهم ليستفيدوا منها، يعني ياخدوا شيء غذاء كامل. هلا نبلش مثلا بالمي والتمر، كثير مفيد التمر، التمر فيه الطاقه ومصادر المنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، هذا هو اللي بحاجه له. ممكن يشربوا على السحور مثلا لبن وتمر، حليب وتمر، بيكون اخذوا الطاقه واخذوا الكالسيوم والفيتامين د اللي بحاجه لهم. هلا بالنسبه بنرجع للسلطات، اي انواع سلطه بس يخففوا الزيت او يستخدموا زيت الزيتون، لانه معلقه زيت زيتون صغيره فيه 116 حريره افضل من غيره طبعا. هو بعدين بالنسبة للشوربات دائما الخضرة تكون فيها شوي، بتعدوا عن الثقيلة اللي فيها الكريمة وهالقصص، والعدس وشوربة البصل وهذا كويسة طبعا، لأنه فيها بروتينات النباتية اللي بحاجة لهم تدعم لهم الطاقة، والمصادر اللي بدنا إياها منها عندنا بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية، فأنا بحاجة لها شوربة العدس. بس يخففوا، في ناس بيعملوها بالسمنة بيقولوا لها زيت كثير، فبفضل إنه نخفف هذه الأشياء أو هاي المصادر الغذائية.
هلا ببلشوا مثلا بالوجبه الرئيسيه، ممكن رز يكون، لازم يكون موجود الرز عشان الطاقه، لازم دائما يكون في شيء لحم، بس كمان باكد انه يخففوا الدهون الدسم، دائما يستخدموا الزيت الابيض اللي هو زيت المازول او دوار الشمس، زيت الزيتون على البارد ممكن يستخدموا، اللبن لازم يكون موجود سواء على الافطار او على السحور لانه بيرويهم بحاجه لهذا الشيء. ممكن كمان يتناولوا احيانا مكسرات كوجبه خفيفه لانه فيها مجموعه الاوميجا 3 والبيات اللي نحن بحاجه لها كمان. بس شو الكميات اللي تمام ممكن ياخذوها كبار السن؟ يعني هلا بالنسبه للمكسرات قبطه من الحفنه يعني مثل العاده، مثل العاده تمام. تمام كبار السن بس بدهم يركزوا على الالبان والاجبان، يركزوا على هدول الشغلات، يركزوا على اللحوم اللي تكون مثلا السمك او الدجاج لانه هن بحاجه لمصادر غذائيه اكثر من الشباب. حكينا عن وجبه الافطار، خلينا نتوسع كمان بوجبه السحور، شو اللي بيناسب شخص كبير بالعمر انه يتناول وجبه السحور؟ ودائما بتركزي انه وجبه السحور كثير مهمه ما حدا يهملها تمام، لانه يقدر يتحمل الطاقه خلال فترات النهار الصيام الطويله. هلا كثير مهم انه ما يحط لترين مي ويقعد يشرب لانه هذا الشيء رح يتعب الكليه، رح يقضيها بس انه هو عم يعني يدخل على الحمام، ما رح ينام منيح، رح يفيق ثاني يوم عطشان وتعبان. هلا ممكن يشرب كاستين مي على السحور، فترات خضره خيار وبندوره دائما لازم يكدروا سواء الفواكه او الخضار من السحور للفطور، من الفطور عفوا للسحور، لانه اذا ما شربوا المي اللي نحن بحاجه لها كميات المي خلال اليوم لانه هن صايمين، ممكن ياخذوها بالفواكه، ياخذوها بالخضار، بالمشروبات العاديه الثانيه. دائما حمص او فول او بيض لانه هدول هضمهم بطيء فبيضل شبعان خلال النهار. وبرجع باكد كثير مهم يكون في خيار وبندوره، فيه يختم بقطعه فواكه او قطعه حلو مشان تعطيه الطاقه خلال النهار. دائما بتركزي انه المي تكون فاتره، شو السبب؟ هلا ليش؟ في سببين، اول شيء ما يصير عندنا عصر هضم لانه لما انت بعد الصيام 14 ل 16 ساعه تقريبا بتفوت مي بارده مثلجه بتلاقي الجسم او المعده بصير عندها شوك صدمه، رح يصير عندنا تلبك معوي، رح يصير عندنا نفخه امساك او وجع ثانيه، ونفخه كمان ممكن تسبب مشاكل بالبلعوم وتسبب لنا التهابات. ذكرتي فول على السحور، طيب العالم يمكن ان دائما عنده رده فعل انه فول بيتفخ ما بيقدر الواحد انه هو ياكله بيتضايق منه، مدى صحه انه الفول مزعج للهضم وللمعده شو؟ هلا هو مو مزعج، بالعكس هو بطيء الهضم، عشان هيك بقول لك هو انزعج، هو بطيء الهضم بخليك تشبعي، بروتيناته عاليه، كميات المصادر المعدنيه والفيتامينات اللي فيه بحاجه نحن ابدا، هي مو صحيحه. بس هلا بيقولوا لك انه اكلنا فول فانتخمنا او سطلنا اي تمام اي اوكي، فانت حتفوت تنام اصلا هالكم ساعه وترجع تفيق، او بتكون انت اصلا نايم بتفيق بترجع تسحر وبتنام، فما رح يصير يعني بيعمل شبع كويس للشبع ممتاز لانه بطيء الهضم مثله مثل الحمص مثل البيض. قديش مهم ايفانا انه بالفعل الشخص قبل صيام رمضان انه يستشير طبيب او اخصائي تغذيه يشوف انه قديش مدى فائده الصيام بالنسبه له، قديش ممكن ياثر سلبا على صحته، شو هي الاغذيه لازم يتناولها، يعني هي ثقافه انه شخص يلجا لاخصائي تغذيه قديش مهمه؟ كثير مهم، يعني انا من رايي اخصائي التغذيه مثل اي طبيب اختصاص ثاني، ولازم اصلا بالعكس هو دائما يكون مرتبط مع اخصائي الاطفال مكمل تماما، مكمل مثل المدعمات والفيتامينات اللي بتكمل المصادر الغذائيه، نحن كمان بنكمل الدكاتره ومكمل الاخصائيين الثانيين الموجودين او الاختصاصات الطبيه الثانيه. ما لازم ابدا يعمل اي شيء بالنسبه للغذاء لحاله او يقرا نت او يشوف فيه او يسمع من فلان، لازم دائما يكون مرجوع اخصائي التغذيه. هي للاسف يعني بالفعل انه مثلا صبايا بيسمعوا من رفقاته تمام، الكبار بالعمر بيسمعوا يمكن من الشخص قريب من عمره بيقول انه هذا مثلي، يعني لأنا لازم اعمل مثل ما بيعمل. لا كثير غلط، في كل جسم له عاداته، له مصادره، له كميات، له سعرات حراريه، له طريقه بالاكل. كنت عم تحكي عن المي، ودائما المي بنقول عنه انه مهم خصيصا يلي بده ينزل وزنه او حتى اللي بده يحافظ على وزنه او حتى لغذاء الانسان بشكل عام، لكن توزيعه خلال رمضان يمكن هون الناس كثير بتسال عن توزيعه على الافطار بعد الافطار قبل السحور، هو ثلاث لتورة بالمي بشكل عام الانسان بياخذهم، كيف بده ياخذهم خلال تقريبا مثل ما قلتي من 2 ل 3 لتورة لازم يتناولهم الشخص مشان خلال النهار مشان العمليه الحيويه بالجسم تكون كفاءتها عاليه. كيف بيوزعون؟ كثير سهله، انه هي كاستين فترات على الفطور، بياكل التمر مثل ما قلت سلطه، بيقوم صلي، بيرجع بعد ساعتين بيشرب كاستين ثانيات، وقبل السحور بنص ساعه كاستين ثانيات، هدول 6 كاسات اساسيات. اما باقي الكميات شلون بيوزعها؟ ممكن مو شرط مي، فواكه، خضار،
مشروبات تانية الزهورات الزنجبيل القرفة هدول القصص مشروبات مو عصائر قال الوقت قلتي مشروبات تانية الكل بيكون هلا عصائر الجلابة اوكي لا اوكي مناح هدول بس هدول فيهم سكر عالي العصائر المفضلة تكون طبيعية كمان تكون فاترة كمان مو مثلجة لأنه كمان مثل ما قلت بتأذي هل امتى بيوزعوا الكميه الثانيه هي ما بين صلاه التراويح وبين السحور في كثير اشخاص ايفانا ما كثير بحبوا المي يعني ما بحبوا انه يشربوها دائما او بدهم مين يذكرهم انه يشربوا مي وفي كثير اشخاص كمان بيمرقوا طول النهار بيقولوا انه نسيت اشرب مي شو ممكن يعملوا طريقه انه هن ما يشربوا يمكن مي لحالها يمكن في شويه اضافات اوقات بتكون طبعا. ممكن يضيفوا مثل مبدا الديتوكس اللي هن الليمون ونعنع زنجبيل بتعطيهم طعم طيب في ناس تتقبلها او برتقان ومن نفس الوقت بتصير جهاز يعني لما بنحط الخضار او الفواكه بالمي بتصير مفعوله فعلين بتصير شيء لمضادات الاكسجين جهاز المناعي للنشاطه للفريش ممكن يفونهم الارم منبه كل ساعه ونص ومشرب مي فبيذكرون انه هن اوكي انا بيعطون بقوم بيشرب حتى اصلا هذا الشيء كل ساعه ونص بيؤدي لنزول وزن بكميات كبيره خلال الشهر وبيعطيهم الطاقه بيطرد السموم ممكن يشرب مثل ما قلت الفواكه والخضار هدول اذا انا ما بحب اشرب مي هلا نحن نفضل دائما المي هي مي ما في شيء بديل لها بس انه الاشخاص مثل ما قلتي حضرتك اللي ما بيقدروا او ينسوا يا يحطوا الارم يا يستعيضوا عنا بالاشياء الثانيه ايفانا بالنسبه للعصائر بدي ارجع عليها لانه كثير العالم كانت عم تسال وخصوصا انه عم نشوف على الفيسبوك بيكتبوا انه لا الجلاب كثير مفيد وتمر دي كتير مفيد وإلون فائدة ولا ما بيضروا ما بيعملوا تمام. صحة هن قديش مدى أنه الواحد يقدر ياخدهم مدى صحة أنه هن كويسين لجسم الإنسان بشكل عام وقديش فيهم سكر هلا هن كتير كويسين لأن أكتريتهم هن عبارة عن معادن وأملاح نحن بحاجة لها من حديد لمغنيسيوم ولبوتاسيوم لفوسفور وللجهاز الهضمي بس السوس دائما بقول أنا إنه السوس بدهم ينتبهوا اللي معهم ضغط بيرفع ضغط واللي عندهم هبوط ضغط كتير منيح إنه يشربوا السوس هلا يفضل كاسة واحدة خلال طبعا هنا هلا بسموا كاسة واحدة بكون هن بقى حاطين لك الإبرة وعم يشربوا تمام كاسة واحدة لأنه سكر مركز مثله مثل العصير المو طبيعي بيؤدي لزيادة وزن صحيح هو بيروي بس لقدام لأنه إذا كترنا منه بسبب زيادة السكر بصير عندنا عطش خاصة الكبار بالعمر يعني بالفعل إنه هن لازم ينتبهوا خلال شهر رمضان ما كتير يشربوا عصائر يمكن فيها سكر زيادة هون أنت دائما بتنصحي إنه العصير يتم عصره مع الألياف يعني نحط بخلاط الكبار السن شو بتنصحيهم يشربوا بالإضافة لللبن يلي أكيد مفيد بيكون لإلهم ممكن كمان الشاي الأخضر أو الأحمر يبتعدوا عن الكافيين لأنه الكافيين اللي حيخليهم إدرال بول اللي حيصلهم عصبية والتوتر هنا ما بيحاج لهذا الشيء كبار السن حتى فنجان قهوة واحد ما بيمشي لا بيقدرش طبعاً ثلاث فناجين صغار بحقلي تمام يشربوا الزنجبيل وبيعطيهم طاقة الكمون تعطيهم راحة بالبطن القرفة كمان كتير منيحة لما نشرب نحن الألبان والحليب أنا دائماً بأكد عليهم للمصادر الفيتامين دال ممكن كمان مدعمات احيانا الختايره كبار بالسن ما بيقدروا ياكلوا كل المصادر الغذائيه ذكرناها مشان هيك نحن بندعمهم بفيتامينات ومدعمات وحبوب سواء فيتامين دي الكالسيوم والزنك والحديد مشان نضمن انه هن اخذوا كفايتهم من هالفيتامينات وما ينقصهم هون لاخر رمضان يصير معنا امراض ثانيه هن بغنى عنا اصلا هي بالنسبه للمدعمات بشكل عام باي عمر بس يبلش يكبر الانسان المفروض اصلا انه يفوت على جسمه تمام بالنسبه للنساء من عمر 30 بتبلش تاخذ فيتامين دال والكالسيوم بال40 تاخذ الزنك المغنيسيوم يعني من بعد الأربعين بقى ياخذوا عندك من 30 وما فوق امتى ايفانا الشخص الكبير بالعمر يفترض انه ما يصوم كثير مهم احيانا في شغلات بتصير كمان صح انساها انه لما الكبار بالعمر او حتى الصغار او اي شخص بيصير معه اعياء بيصير معه وجع بطن بيصير معه دوخه يوقف الصيام فورا يفطر يشوف يقيس ضغطه يشوف السكري تبعه وفورا يتناول كاسة المي التمر لأي شيء لما يكون عندنا هبوط أو نزول سكري حاد ممكن يؤدي لدخول للمشفى إحنا بغنى عنا دين الإسلام دين يسر ما نعسر بتعوضوها بعدين بتدفعوا أي أو حتى صداع ممكن أحيانا بس صداع الأشخاص شديد هذا طبعا بسبب إنه هنا ما متسحرين صح ما عم يتناول غذاء وإفطار صح عم يصير معهم هبوط الصداع هلا كتير منيح للصداع الورق الغار وزيت الغار إذا بيدهنوه أو إنه يستنشقوه ممتاز اللي بيكون عندهم شقيقة الأشخاص اللي معهم السكر مثل ما قلت أول حلقة ممنوع يصوموا ما في داعي الأشخاص اللي عندهم كمان مشاكل بالأمعاء والمعدة كمان يوقفوها الأشخاص اللي عندهم هبوط حاد بالضغط كمان يوقفوا عشان ما يصير عندنا نحن مضاعفات تانية
قد ايه لانه الكبير بالسن يفوت على يمكن الفشل. كمان في كثير اشخاص بيقولوا انه انا حالتي الصحيه ما بتسمح اني اصوم، لكن ما بيعرف مدى تناول بعض العناصر الغذائيه الصحيحه يلي هي بيقدر عن طريقه يخليه يصوم. لهيك هو لازم دائما ينتبه ويتبع برنامج غذائي صحي كل شخص حسب عمره المناسب له. بالفعل نحن لازم نلجأ لهذا الموضوع وما نهمله، مثل ما يكون موضوع عشوائي تماما. لازم دائما يكون اخصائي التغذيه يعتبره مثل رفيقك، دائما تساله، ما مشكله نحن موجودين لحتى نجاوب على كل الاسئله، لحتى نعطيكم كل الاستفسارات والمعلومات الخاطئه لاكثريه الناس اللي تلجأ لها. فهو مثل ما قلتي لازم يكون اخصائي التغذيه موجود لحتى يعطيهم هالمعلومات، ما شرط يعطيهم نظام غذائي مشوفين، يعطيهم المعلومات الاساسيه اللي هو عشان ما ينقصوا شيء. بس الى اي حد يعني هي الثقافه انتشرت هالفتره، ثقافه انه انا فعلا بدي طبيب تغذيه امشي انا وياه اخصائي ساعدني بحياتي اليوميه بموضوع الغذاء، كثير مهمه وكثير صار هلا عن جديد عن جديد عم تنتشر اكثر. بس انا بفضل انه يبتعدوا عن النت وابتعدوا عن الايل وقال وتكوننا نحن نشتغل. تماما إيفانا، يعني دايما منقول انه الكبار بالسن بدهم عناية خاصة واهتمام خاص فيهم. اليوم دايما نحن نسعى خلال برنامجنا الصباحي نقدم معلومة تفيدهم. شو بتحبي توجهي لهم نصائح لكل الكبار بالعمر فيما يخص بالصيام؟ كثير مهم نحن ما نشرب المي المثلجه عشان ما تاذيهم. اذا كان معكم مرض استشيروا طبيبكم بالاول، ومع التعاون مع اخصائي التغذيه اذا بدكم ولا بدكم تصوموا. المصادر الغذائيه المهمه لكم هي كل الفيتامينات والمعادن، بس اكدوا على الفيتامين الدال والبي والاوميجا الاوميجا 3 و2 و6 و9 والمغنيسيوم والزنك، هذول بحاجه لهم كبار السن. يتسحروا نظامي وخفيف طبعا، والفطور يبلشوا شوي شوي خفيف وصلوا يرجعوا بعدين يتناولوا الوجبه عشان ما يصير عندنا المشاكل الثانيه. ممكن كمان كبير السن مثله مثل الشاب يلعب رياضه ولو انه مشي بعد الافطار او قبل الافطار، لانه احنا بحاجه لهذا الشيء. الى اي درجه ممكن شهر رمضان يكون فرصه لكن الكبار بالعمر ايضا يمكن لحتى يحسنوا من اداء عمل جسمهم، خصوصا مره ذكرت لنا انه على شهر رمضان بتغير استقلاب جسم الانسان بشكل عام بسبب تغيير اوقات الطعام، لاي درجه ممكن يساهم فعلا بانه يساعده؟ كثير، اول شيء الصيام هو بيطرد السموم كلياتها، مثل ما قال بينزل كوليسترول، بينزل شحوم، بينزل اذا عندنا ارتفاع بالسكري بينزل السكري، بيخلي الانسولين يشتغل صح، بيخلي حتى النفسيه اول فتره بيكونوا معصبين بعدين بيصيروا رايقين. انا بفضل دائما انه هالمصادر الغذائيه وهالاسلوب الحياه اللي انت بلشت فيه تكمل فيه لكبار السن، بس بدال الفطور الافطار يصير هو غدا، والسحور يصير فطور، والوجبه الخفيفه اللي بيناتهم تكون العشاء تبعهم لما بيرجعوا بعد رمضان. هذا الشيء دائما يتأكدوا على انه ممكن يتناول كميات قليله، يكثروا الخضار والفواكه والمشي الرياضه، وقتها هيك هن بيصيروا ما بينقصوا المصادر الغذائيه وما في داعي لاي انه يصيبوا مرض. بس ايفان يمكن الكبار بالعمر دائما بصير عندهم مشاكل هضميه تمام. لانه بيختلف يمكن بقى هضم الانسان يعني. بيتغير بشكل عام، فلحظه التعود او وقت يرجعوا من بعد رمضان او اول رمضان قديش هي اللحظه عم تكون صعبه عليهم هون، كيف هن بيقدروا يواجهوها؟ هذا الموضوع غذائي او دوائي او كيف بيتواجه؟ لا هو ممكن غذائي اكثر من دوائي، دائما نحن بنفضل الشيء الطبيعي عن الشغلات الكيميائيه. شلون بقى ممكن نحن على الفطور وقت ثاني يوم لما بدهم يفطروا يكون كثير خفيف، خيار وبندوره ما رح تاثر يبلشوا فيها، اللبنه، الخبز الاسمر، هذا شوي شوي هضمه صح سهل، الخبز الاسمر شوي لانه القمح بده شوي بشبع تمام. بس يفضل لانه فيه الحديد ونحن بحاجه لعمليه الحديد والزنك للكبار بالسن. يبتعدوا عن الكافيين لانه يعني دغري ببلشوا الصبح يشربوا دخان فطره بيدخنوا او الكافيين هذا بيأذي. خلينا انه نحن نبلش بالمي، نبلش بالحليب، بعدين تشربوا القهوه والدخان بعد شي ساعتين من الفطور. الفواكه نبلش فيها، بقول لك انا ما بدي اكل، ممكن قطعه فواكه، ممكن قطعه بسكوتة مع حليب هذا او الكورن فليكس، فهدول الشغلات الخفيفة المفيدة ممكن يبلش يعود حاله للفطور. طبعا هو أهم شيء لأنه بقى لما نبلش بالفطور صحيح بصير نظام أكلك عادي إذا أكلتي بيستقلب أكثر. يعني إن شاء الله كل حدا حابب يعني يستفيد من هالمعلومات يكون استفاد منها، وأيضا كبار السن اللي عم يتابعونا يستفيدوا من هالنصائح الغذائية اللي قدمتنا إياها إيفانا. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لك إيفانا والمعلومات اللي أعطيتنا إياها لليوم. يعطيك العافية.